طيب يا نهار اسود. ايه السؤال؟ انا مش رايح مدرسه اصلا. وفي ناس بتشتمني برضه. جاهز انت الاول؟ انا جاهز جدا. سلام. طيب رمضان كريم. عامل ايه في رمضان؟ طيب احنا خلينا نشرح كده بسرعه البرنامج اللي احنا داخلين فيه. احنا دوري كاتافلام. احنا موجودين النهارده في ماونتن فيو هايد بارك، معانا في بوردز اند بوتس، ومعانا سامسونج. هم اللي هنعرض عليه الجيم بتاعتنا او شويه الصور بتاعتنا. اللعبه باختصار هم اربع تحديات، كل تحدي بتعدي عليه بتجمع مجموعه نقط، وفي اخر الحلقه هتشوف انت السكور بتاعك جبت فيه كام. واخر رمضان السيزون خالص بقى لما يخلص هنشوف انت ترتيبك كام وسط الناس اللي جت. تمام. الموضوع يبدو لذيذ وايزي. يبدو لذيذ. عشان قلبت لغه عربيه فجاه كده. بس في منافسه شرسه جدا. منافسه شرسه؟ لا بس انا عيب عليك. عامل قلق انت شويه في اعلى نسبه مشاهده. شويه. مع سلمى ابو ضيف. ايه الحوار ده؟ الناس شايفاه كويس وناس شايفاه مش كويس. انت شخص كويس وهي اللي توكسيك، مش انت اللي توكسيك. سلمى ابو ضيف. لا خالص. لا ما حدش شايف كده، بالعكس ده كله شايف انه يعني في ناس شايفه انه ده شخص بيستغلها، وناس شايفه لا بيحبها بجد. يوسف عمر ده في ايه منه الشخصيه دي؟ لا مفيش حاجه. خالص؟ لا. طب عمرك اعترفت لواحده بحبك بقى وقعدت تنزل لها وكده؟ لا برضه. اما ده انت كراش بنات كتير قوي، انت عارف المعلومه دي ولا ما تعرفش؟ يعني الحمد لله. بس انت عارف المعلومه؟ عارف الحمد لله. بيجي لي حاجات وفي ناس بتشتمني برضه نفس الوقت. ليه؟ رسائل تهديد وبتاع. بيجي لي رسائل تهديد وقعدت ايه. طب ليه؟ طب بجد والله يعني في اللي هو لو عملت حاجه في سلمى هنوديك في داهيه اصلا. ده علاقه بالمسلسل. اوكي. خلينا نسخن كده في الاول نعرف عنك اكتر. انت عامه حاول تجاوب بسرعه الاسئله اللي هسالها لك دي. يلا. انت افلام اكتر ولا مسلسلات؟ افلام. ايه اكتر فيلم بتحبه قوي؟ الناظر. اوبا ده جامد. شفته كم مره ده؟ 35 40 40 مش فاكر. كتير. شفته كتير جدا. طيب ايه اكتر ممثل بتحبه؟ واحد بس. لازم ممثل كده انت. انا بحب كتير قوي، بحب كل الممثلين. قول. طب كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز. طيب ايه اكتر ممثله بتحبها؟ واحده بس. بحب كتير. منى زكي. منى زكي. طيب ايه فيلم شفته تمام لو يعني بعد ما اتفرجت عليه كده قلت انا نفسي امثل في الفيلم ده؟ كتير قوي يا تنتان. ايه؟ طب قول لنا واحد كده. طب قول لنا الشخصيه، يعني قول لنا الاسم، الفيلم والشخصيه اللي كنت عايز تمثلها في الفيلم. نفسي كان نفسي اعمل دور خالد الصاوي في الفيل الازرق. اوه مجنون ده بجد والله. الموضوع بالنسبه لي كان غريب وحلو قوي، يعني نفسي اعمل حاجه بجد والله. طب انت عامه بتحب الادوار الكوميديه ولا الحاجات الدراما والجد وكده؟ انت عامه انت لغايه دلوقتي ما عملتش كوميدي خالص. لسه ما عملتش كوميدي خالص. نفسي اعمل كوميدي، نفسي اجرب، بس بخاف منه قوي عشان ريسك شويه. بخاف يطلع دمي تقيل، فده بالنسبه لي اوحش من اي حاجه في الدنيا. فانت ماسك في الحاجات الدراما والجد شويه. طب يلا نبدا. يلا بينا. يلا نبدا. متحمس جدا. طيب اول فقره معانا هي كاتا ميكس. ودي ميكس بين اسئله في الافلام والمسلسلات وافيهات الافلام. ماشي. معاك مجموعه اسئله من كاتا افلام. اقرا كل سؤال واحده واحده كده وعلم لك مفيش وقت، ما تستعجلش في الاجابه، وكل سؤال هتجاوب عليه هتاخد نقطه. سؤال بنقطه. ماشي. قول السؤال. ماشي. احمد مكي كان بيراقب اسراب القريدس وهي بتحمل بيضها من هجمات السلطعون في فيلم اتش دبور. عادل امام طلب ياكل مشنكاح في فيلم فيلم ايه؟ ايوه عارفه طبعا. ثانيه. مشنكاح موجود. مشنكاح. في مشنكاح. في مشنكاح. تجربة دنماركية. جامد. ماشي. اللي بعده. مش انا عيد ميلادي النهارده. سهل ده. في سهل في الاعمار. ماشي. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت. الماظر. ماشي. اللي بعده. مي عمر كانت مغنية في مسلسل ايه؟ دخلنا في المسلسلات بقى. دخلنا في حتة. بس ده جديد، خلي بالك المسلسلات الجديدة. جديدة؟ مش يعني اخر خمس سنين مثلا. بجد؟ كانت مغنية؟ كانت هي البطلة بتاعت المسلسل أصلا، كان أول بطولة ليها تقريباً. بتغني وبتاع. مفيش اللي بعده. اللي بعده. محمد فراج كان لا يطيق الانتظار في مسلسل لعبة نتفلكس. اللي بعده. إيمي سمير غانم كانت متنكرة في فاكهة، وإيه نوع الفاكهة؟ في فيلم مسلسل إيه؟ في اسم المسلسل فوق. مسلسل نيلي وشريهان. فاكر المسلسل ده؟ كانت هي ودنيا سمير غانم. أيوه. ماشيين مع بعض وهي كانت متنكرة في فاكهة. إيه مش عارف. مش فاكر؟ لا مش عارف. خالص؟ خش على الفاكهة التانية؟ هعوض في اللي جاي. يلا. فقط تانية وهي كاتا هيتس.
كتهت. دي بنختبر فيها اذن الموسيقيه بتاعتك انت. تعالي. اغاني ايه نظامها معاك؟ بتحب الاغاني جدا. ليك في اغاني الافلام واغاني المسلسلات و... طب احنا الفقره دي فيها اربع تحديات. ماشي. اول حاجه هنشغل لك اغنيه فيلم وتقول لنا كانت فيلم ايه. ثاني حاجه موسيقى تصويريه الفيلم وتقول لنا كانت فيلم ايه. تتر مسلسل وتقول لنا المسلسل كان ايه. رابع حاجه اعلان، اغنيه اعلان وتقول لنا الاعلان ده بتاع شركه ايه. ماشي ماشي يلا بينا. اغنيه فيلم. جعلتني مجرما. جامد. ماشي. عارفه كده كده. استنى هتسخن دلوقتي. تسخن شويه. تسخن. سيبها انا جايز افتكر وهي جايبين حاجه من الفيلم. عالمي. جامد قوي جامد قوي والله العظيم. برافو عليك. عامه صعبه دي من الحاجات الصعبه. حلوه قوي. انا بحب المزيكا دي قوي. لا انت طلعت الاذن الموسيقيه عندك عليك. لا انا مزيكاتي. وكمان بمناسبه العالمي انت لسه كنت عامل فيلم الحريفه. فكان فيلم جامد طبعا كسر الدنيا. الحمد لله. انت كنت طالع شرير بقى في الفيلم. ليه رخم. ليه انت عارف شر العيال الصغيره كان بسام وماجد. انت كنت بسام. كنت بسام. طب ليه هو الدور كده هو الفيلم بتاع المدرسه. عارف انت في عيال كده في الشخص اللي بيبلطج اللي بيبقى رخم قوي في المدرسه وشايف نفسه حاجه. طب انت لما كنت في المدرسه كنت شخص رخم ده ولا لا؟ لا انا مش رايح المدرسه اصلا. مش على بعده. ساعتها كان مكسر الدنيا. السنة اللي فاتت؟ كان مكسر الدنيا. طب قدم كده رجع اعمل أي حاجة. جعفر العمدة. هو ده. ماشي تمام. وهي كاتا فاست. ماشي كاتا فاست بقى دي. هنختبر فيها السرعة بتاعتك و سرعتك. هيديك شوية أسئلة تجاوب لنا عليهم صح ولا لأ في 30 ثانية. يلا بينا. كل ما بتجاوب أكتر كل ما بتاخد بوينتس أكتر. ماشي؟ ماشي يلا بينا. أنت أصلا في الوقت إيه نظامك يعني في السرعة والمواعيد والحاجات دي؟ أنا مواعيدي مش حلوة بس يعني سرعة البديهة عالية. طبعا على أي حاجة. طيب خلينا نشوف. يلا نبدأ. ربنا يستر. يلا بينا. ماشي. أول حاجة فيلم ليه خلتني أحبك. منى زكي كانت بتشتغل مهندسة ديكور. معرفش. فيلم سيد العاطفي عبلة كامل كانت سواق التاكسي. صح. في فيلم السفارة في العمارة اخو داليا جاب للشريف هدية عيد ميلاده وكتاب عن الحب في زمن الكوليرا. ماشي جامد. ماشي. في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية خلف كان ترتيبه الثاني على الجمهورية. الثاني على الجمهورية. في فيلم حرب ايطاليا نيلي كريم كانت مدربة جيم. حرب ايطاليا كان ايه؟ كان مدربة جيم. يلا اللي بعده. حب البنات مهيب كان دكتور باطنة. لا كان دكتور. لا صح. في فيلم عمر وسلمى 2 نهاد رشدي كان اسمها نهلة. صح. دي رزعه بس. صح دي رزعه بس. تمام. التايم خلص كده كده. انت عامه عايش والله. انت جاوبت حاجات كتير صح. طيب دلوقتي هنبدا في المرحله الثانيه في كاتا فاست برضه لسه. ودي سرعه 30 ثانيه. هيطلع لك شويه مشاهد على السكرين. هتجاوب عليها بس لما تطلع يعني. ماشي. وتقول لنا الاجابه بسرعه في 30 ثانيه. حاول تجاوب اكتر عدد مشاهد. ماشي. بس لما اقول لك ابدا. ماشي يلا. خليك بس الاول. استنى. ماشي يلا جاهز. التايم بدا. لازم. ماشي اللي بعده. حبيبي. ماشي. قول هنا. استنى انا عارفه. استنى. سهل جدا. سهل قوي. ايوه. استنى. ايه؟ التايم. يا نهار اسود. طب اللي بعده. الجزيرة. ماشي اللي بعده. بحر. ماشي اللي بعده. احلام عمرنا. ماشي جامد. بنك الحظ. ماشي. بوشكش. ماشي. خلاص خلاص انت جاوبت حلو عامة. عملت جاوبت كله عامة. بس هما كانوا سهلين. هاي سهلين بصراحة. ماشي كانوا سهلين. سهلين قوي. بس لا انت عاش والله يا يوسف. انت انا كده خلصنا الفقرة التالتة. ماشي. نخش على الفقرة الأخيرة. الأخيرة. ودي كاتا فيلم. كاتا فيلم هنعرض لك بوستر فيلم. تمام. والبوستر ده هيبقى مجموعة صور ممثلين
طلع لنا ممثلين مسؤول في الفيلم ده. جهاز البوستر ماشي دلوقتي البوستر اه بص على البوستر كده ماشي ده فيلم عريس من جهه امنيه ايوه طبعا شفته حافظه بجد والله طبعا. بتحبه ها بحبه جدا اوكي انت فاكر اول مره شفته امتى او اول مره دخلت سينما امتى عامه اول مره دخلت سينما كان فيلم عسل اسود اول مره افتكرها يعني انا هديك دلوقتي مجموعه الصور عمي انا جاي هات بحب المشهد ده ماشي يلا معاك 30 ثانيه تطلع اكتر عدد صور ممكن يطلعوا في ايه في الفيلم طبعا طبعا شريكو تايم كده خلص تايم 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 في تاني تايم تايم 30 ثانيه بس حلو حلو جدا والله عايش تعالى عد كده طلعت كام واحده عدهم اه عدهم كده واحد ماشي 2 3 4 5 6 7 تحفه هتطلع اكتر خلي بالك بس الوقت الوقت ما اسعفكش طب ورينا بقى كل واحد طلعته كده يعني خلينا نفتكر بقى الفيلم نفسه بقى كده اول واحد شايف منير شايف منير طبعا ده كان العريس اللي جاي العريس الضابط اللي بعده الزعيم طبعا فاكر كان اسمه ايه في الفيلم بقى خطاب النجاري جامد جامد والله جامد محمود النجاري ماشي جامد اللي بعده طبعا انا فاكر المشهد ده هو ده كان شغال معاه في شغال معاه في في البازار الاخبار اللي كان بين الاخبار بيفتن له على على شريف منير وقال له لما شفته انا عملت ايه صايع ما هو صايع حبيبي محمود النجاري ماشي طبعا عمي انا جاي ياخد ايد منك نعمل فيديو كليب ماشي جامد ده طلعته عنده شقه دوبلكس هي بتطلع مش دوبلكس في الاخر ولا حاجه كده اسمه حاجه كان حاجه بتاع ما عنده مستودع انابيب كان شايف مستودع انابيب حاجه كده عنده شقه دوبلكس اللي هي في دورين اشرف عبد الباقي تمام طبعا لبلبه طبعا لا عاش والله يا يوسف تحفه انت خدت سبع نقط كاملين مفيش ولا واحده غلط كلهم صح احنا كده خلصنا الفقره الاخيره في خبر لذيذ جدا اه تمام احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا بس في سؤال بونص تمام السؤال بونص ده بخمس نقط حلو قوي ماشي وعشان تعرف السؤال ده هتحتاج تعدي الناحيه الثانيه من المكان اللي احنا فيه بالكاياكينج هتركب الكاياكينج تنزل الميه وعدي الناحيه الثانيه وهتعدي الناحيه الثانيه هكسب ايه وهتاخد السؤال عشان اخد السؤال اه عشان اعرف اجاوبه بعدين ما اعرفش اجاوبه لا ما هو سؤال بونص هيبقى سهل ان شاء الله يبقى سهل؟ اه ما تقلقش اه عشان ايه عشان اخد البونص؟ اه تاخد خمس نقط فانت جاهز تعوض اللي انت ضيعته الجو برد افرض وقعت لا ما تقلقش هتتامن هتاخد بيست وما تقلقش ما تقلقش عامة المنافسة شرسة جدا وانت اعتقد محتاج البونص محتاج البونص انت بت انا راجع الجرح لا مش قصدي بس شوف لو انت ده حاجه اوبشنال اختيار يعني ده هيزود النقط بتاعتك ويزود ترتيبك كل اللي جه عمل كاياكينج عمل كاياكينج كله خد البونص وراح خد البونص كله خد البونص سؤال سهل سؤال سهل يلا جاهز ماشي يلا بينا عملت كاياكينج قبل كده ولا اه عملت بجد والله ماشي تمام يلا عايزين حاجه يلا بينا تعال اقعد هنا بقى افكر فيه استنى ايه السؤال اقوله لما تيجي طيب لما تيجي اقوله ولا ما اجي لما تيجي على مهلك فاضل هات ال هات ده عارف السؤال قول السؤال بقى كده كان ايه السؤال احمد حلمي كان اسمه ايه في فيلم مطب صناعي اه ماشي كان ليه اسمين اه كان في عمر لا ده ظرف طارئ استنى بس استنى بقى انت كده استنى ماشي كان إيه اسمه ايه في فيلم مطب صناعي قال له انا ايه بس راجل قوي اه ميمي ميمي اه طب اسمه الحقيقي اتقال ده اتقال بقى اتقال وهو كانوا تايهين في المركب جلال جامد جامد والله العظيم جامد عالمي ماشي بابا عليك يلا بينا انت هتاخد ال 10 بوينتس انا هاخد دبل بونص لا عاش والله تعالى بقى نطلع على الحلقه بقى نخلصها ونشوف السكور بتاعك عاش جدا
جدا. انت خدت 5 نقط بتوعك البونص ماشي تمام. حاسس بقى دلوقتي ترتيبك بقى كام او السكوب بتاعك ايه؟ يعني مكانك فين في وسط الدوري؟ الاول الاول خلاص كده ضمنته يعني الثاني. عامه السكوب هيطلع على الشاشه ماشي دلوقتي للناس. بص ولا لا؟ بص هنا ماشي. بص هيطلع لك على الجنب كده بس. ايوه هنا هيطلع من الحته دي كده. وهنشوف بقى انت الترتيب بتاعك هيبقى كام. حلو السكور بتاعك البوينتس حلوه. حلو جدا. طيب احنا دلوقتي خلاص خلصنا واللعب بقى كلها اللي جنبك دي هتبقى بتاعتك هتاخدها وانت ماشي بجد. والله ماشي. يعني افلام ومسلسلات وكل اللي نفسك فيه هتعيش. حلو قوي الكلام ده. ماشي. هنيدي دي هنيدي اديشن لعبه هنيدي بس. هنيدي بس ليك في هنيدي اصلا أوه. هو ده يا باشا اسئله وافات واغاني كلها بتوعك. شكرا جدا ليك يا يوسف. اتبسطنا والله قوي انك كنت معانا. وانا كمان جدا. وان شاء الله يعني يعني السنه الجايه كده كسر الدنيا في رمضان الجاي. مسلسلات ثانيه كتيره واعمال مهمه. وكل سنه طيب رمضان كريم. وممكن نختم بقى الحلقه. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا كلنا. استنوني في دوري كاس افلام ان شاء الله اطلع الاول او الثاني. شكرا جدا ليك يا يوسف بجد. باي باي. شكرا جدا. عملت كاكينج قبل كده ولا؟ عملت بجد والله. ماشي. طب هيشرح لك كل حاجه. بص هو هيشرح لك كل حاجه دلوقتي ربنا يستر يعني. ماشي. ايه السؤال؟ اقوله؟ لما تيجي. طب لما تيجي اقوله ولا ما اجي؟ لما تيجي. انا مش رايح المدرسه اصلا. ماشي بابا عليك. يلا بينا. يلا بينا. حلو قوي الكلام ده. جامد. حلو قوي الكلام ده. وقعت ايدك. انا قلت جبتين خلي بالك.